ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناة هيلب مي تو وين. طبعا هنتعلم اليوم ازاي نعمل مهمات او التاسكات الخاصة بمنصة افيدت على منصة الاسبوع او جيكس، ازاي نفتح حساب جديد على منصة افيدت بايميل بيكون عشوائي، وازاي نفعل حسابنا، وازاي نبدأ نشتغل على منصة اسبوع او جيكس من مهمات افيدت. تعالوا نتعلم الحاجات دي كلها في الفيديو، فاصل بسيط ونواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد الفاصل ومع منصة الاوديت. طبعا عايزين نفتح حساب جديد، بس في الاول نفتح صفحة الخاصة بالايميل العشوائي. طبعا لو بحثت على جوجل وكتبت تمبلنت ميل هتلاقي موقع مهم جدا اسمه تمبلنت ميل دوت اورجانيزيشن. طبعا هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. طبعا بعد كده نعمل فيش للصفحة ونشوف، نفتح ايميل عشوائي ونشوف الدنيا فيها ايه. فهنا كاتب لك يور تمبري ايميل ادرس، هنا يكتب لك العنوان الايميل، هو بيحمل الايميل، بيعمل لودينج تحميل للايميل. هنستنى شويتين، بدأ يديني ايميل اسمه TTJM99، اعتقد ده الايميل اللي هو اداهولي. طبعا هنضغط هنا على علامة الكوبي، بعد نسخت الايميل ده وهنيجي هنا نتجه الى منصة ريدت، وبعد كده بالضغط على كلمة اللوج ان، وبعد كده طبعا باتجاه الى الاسفل كده هتلاقي كلمة الساين اب موجودة، اضغط على كلمة الساين اب الموجودة في الاسفل، وبعد كده اكتب الايميل العشوائي اللي احنا حصلنا عليه اللي هو الايميل ده، وبعد كده اضغط على كلمة، طبعا عندك علامة صح بعدها في ساعتها يبقى هو مش مستخدم قبل كده، اتأكد من هذه الجزئية، وبعد كده بالضغط على الكونتينيو. بعد كده هيطلب منك، قال لك نايس يوزر نيم افيلابل، متاح مفيش ادنى مشكله، هو كاتب لك اسم من عنده، عايز تعدله عدله بس خليه زي ما هو مفيش مشكله. وهنيجي احنا بعد كده هنكتب الباسورد بتاعنا، بعد كده اي ام نوت روبوت، تمام. بعد كده هنضغط على كلمه الكونتينيو، ولكن طبعا الاسم بتاعنا ناخد الاسم ده كده كوبي ونبتدي نحفظه على الجهاز بتاعنا. طبعا كليك يمين على الجهاز بتاعنا احنا، بعد كده نيو، وبعد كده التكست دوكومنت، وبعد كده هنكتب كلمة ريدت بالانجليزي، ريدت اكونت 1، اكونت الاولاني بتاعي على حساب ريدت مفيش ادنى مشكلة. هنفتح الملف التكست بمنتهى السهولة وببساطة كده ونكتب الاسم بتاعنا اللي هو يوزر نيم، تمام. وهنكتب كمان الايميل العشوائي، هنيجي هنا كده وطبعا اضغط علامة الصح اللي هي الكونتينيو، تمام. والايميل العشوائي كمان بتاعنا اللي هو ده ناخده كوبي، وبحيث لو طلبوا مني بعد كده يبقى عندنا، يبقى ده الايميل العشوائي. ده كان معلومات للحساب بتاعنا. نيجي بعد كده للصفحة بتاعتنا تاني. طبعا قالك about you tell us about yourself، اتكلم عن نفسك، and to start building your home feed، طبعا انت من. بعد كده big thank you I would like to see you on، طبعا انت عايز ايه، شات جي بي تي ممكن، مثلا ميد جورني، ممكن نتكلم عن جيمنج ريليز، طبعا اي حاجة زي ما انت عايز، اي حاجة عشان ما نطولش عليكم، اكتب اي حاجة. وبعد كده كون وميمس، بعد كده continue، بدأ يقول لك personalizing your experience، تمام. نستنى شويتين، بدأ ان هو يفتح لي صفحة زي دي كده، تمام. وطبعا دي تاسكات المهمات، وهنا هتلاقي الاسم بتاعنا، طبعا هنا اونلاين والحاجات دي كلها. طيب احنا عايزين نفعل الحساب بتاعنا، هنفعله ازاي؟ قال لك كونفيرم تلقائي من عنده ايوه ايميل ابديت ايميل ولا جويت، هقول له جويت خلاص الايميل ده بتاعي. شيك يور ايميل، انا بعت لك كونفيرميشن لينك على الايميل بتاعك، هقول له جويت مفيش ادنى مشكله. هنفتح الايميل بتاعنا على التمبلنت ميل ونشوف الرساله اللي جات لي، هتلاقيها جات هي من ريدت اللي هي فيفاي ريدت ايميل ادرس، طبعا اضغط عليها
وبعد كده فيرفاي ايميل، ده رساله جات لك على الايميل. هتقول لي انت ليه عملت ايميل عشوائي؟ انا هقول لك ممكن تعمل بجوجل وممكن حسابك يتحذف لاي سبب من الاسباب، وبالتالي مش كل شويه هتعمل على الجيميل، بيبقى اصعب شويه انه بيحتاج تفعيل للموبايل بتاعك، ولكن ده ايميل جاهز ومتفعل جاهز خلاص، احنا كده فعلنا حسابنا. تمام كده الدنيا بتكون تمام، وتم تفعيل الحساب، ضغطنا على اللينك خلاص كده مش هيطلب مننا حاجه. طب كده الحساب بتاعي بدأ ان هو شغال بيكون تمام. ممكن نيجي هنا ايميل فيريفيكيشن كومبليت، كتبها لهيا كده الدنيا بتكون تمام. ممكن نيجي على كلمة البروفايل اللي هي موجودة دي، وانت ممكن تعدل في البروفايل بتاعك زي ما تحب بالضغط على علامة الزائد دي، وابتدي احط طبعا اي حاجة ايمج او اي حاجة. سنة ما اتحمل يعني ناخد دي مثلا، تمام اللي هو القناة بتاعتنا. طبعا عايز تعمل افاتار مفيش مشكلة، ممكن تروح على كلمة كريت افاتار، وانت حساب جديد من 5/2/2024، ده كده حساب جديد. عايز تعمل بوستات، عايز تضيف سوشيال ميديا، ممكن نقول اد سوشيال ميديا، ممكن اقوله انا ممكن اضيف اليوتيوب بتاعتنا هنا، وممكن اقوله ميك ماني اونلاين واقوله سيف، قبلها خلاص. يبقى ادي قناة اليوتيوب بتاعتنا ضفتها، وقلت له ميك ماني اونلاين، هتضيف الفيسبوك، هتضيف اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وابتدي ان انت تكون حسابك، ويكون عندك حساب بيكون قوي. كده الحساب بتاعنا بيكون شغال، وادي الاسم بتاعنا هو اللي بيطلب منك في التاسكات، ادي الاسم بتعلم عليه تاخده كوبي وبيست في التاسكات. يبقى احنا كده عملنا حساب بالايميل اللي بيكون عشوائي، وفعلنا حسابنا على الايميل العشوائي زيه زي جيميل بالظبط. نيجي بعد كده للخطوة التانية، ونعمل التاسكات الخاصة بإيرادت على منصة الأسبوع أو الجيكس، ولكن فاصل بسيط ونواصل. طبعا لو انتقلنا إلى مهمة إيرادت، ده طبعا مهمات بتكون موجودة، ولكن مثلا زي دي بيقول لك أبوت طبعا ماي بوست. طبعا نفتح المهمة ونشوف الدنيا فيها إيه. طبعا هي 150 بقى 7، بس نشوف هل هي مسموح لنا ولا لأ. when you have 30 comma upvote that، لازم يكون عندك 30 قامة، وبالتالي مش هنشتغل على هذه المهمة، أنا لسه حسابي بيكون جديد. وبالتالي إن المهمات اللي هي موجودة طبعا زي المهمات الخاصة بالفوت والحاجات دي، يعني مش بفضل حساب جديد، ولكن على الأقل بيكون عندك 30 قامة، وبالتالي إحنا لازم نزود حساب بتاعنا بعدد القامة، يبقى عندك 30 أقل شيء. طبعا زي ما شفنا ان كل المهمات كلها اللي انت بتعمل يا اما كومنت يا اما افوت، طبعا بتدوس على الايقونه مثلا لو جالك بوستات على سبيل المثال، حاجة زي دي، ده اسمه الافوت اللي هو السهم اللي فوق ده انت بتعلم عليه. تمام، ده بالنسبة للتاسكات كلها، او بتعمل كومنت في الموضوع اللي هو مديهولك، وبتاخد طبعا الاسم بتاعك اللي هو ده كوبي بيست، يبقى انت ده في الاثبات. طيب خلينا دلوقتي نحل المشكلة الخاصة بموضوع القامة، انت عندك واحد بس من عملة هذه المنصة، محتاجين ان احنا نزودها. بنتجه الى موقع الاد مي فاست، ولا شرحته قبل كده في فيديو، وهسيب لك الفيديو في صندوق الوصف كمان. ولو جينا للاسفل هنا هتلاقي ان ريدت ابفوت، تمام، وفي اللي هو الممبر، فانت مهمتك هتبقى الممبر اللي هو الاعضاء، هتبتدي انك تعمل تاسك للناس ان هي تعمله، وابتدي الناس تعمل جوينت وهياخد 3 نقاط وهكذا. ده بالنسبه الى ريدت ممبر، ولكن لازم يكون عندك نقاط، وبالتالي انت هتيجي على الديسكورد والفيسبوك والحاجات دي كلها، والانستجرام والتيك توك والتويتر واليوتيوب كمان، وابتدي انك تحصل على نقاط من هنا بشكل بيكون مجاني، وبعد كده هتبتدي انك تعمل تاسك زي ما عملنا قبل كده، وهسيب لك اللينك في صندوق الوصف. تمام، هتبتدي انك تعمل تاسك على موضوع اللي هو ريدت ممبرز، بحيث يبقى عندك اعضاء يعني 50 واحد كفاية قوي، او اقل من 50 كمان طبعا، بحيث ان القامة بتاعتك تزيد تبقى حتى 30 او 50، وبالتالي هيكون حسابك قوي، ويبتدي حسابك يبقى جاهز ان تعمل المهمات كلها الموجودة على منصة ريدت. طبعا اتمنى اكون وضحت لكم الدنيا فيها ايه. بالتوفيق طبعا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.